السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك عزيزي المتابع. إذا ختمت اللعبة وطفشان ومطفر، ما تقدر تشتري إضافة غيظ الكهنة، ولا تقدر يعني حتى أنا مطفر عزيزي المتابع ما اشتريتها للحين، ولا ودك مهام كذا تغير جو، عندك هذا الأسمر المزيون. تعال وطق له مثلث عزيزي المتابع وأطلب، أريد عقدا. راح تطلع لك عقود كثيرة هنا، ثلاث عقود، انت خذها يا عزيزي المتابع وحط رجلك، حط رجلك وروح كمل المهمة وخلصها. مثل ما انت شايف عزيزي المتابع، مثل ما انت شايف انا قبلت منها مهام، وهذه المهام يا عزيزي المتابع، فيه اهزم الديوبال، الشيطان يجول في المكان، ما ادري من هو الشيطان، بنروح نشوف وش المهمة هذه. الغريب بالامر ان المهمة قريبة مثل ما انت شايف عزيزي المتابع، لكني بنروح لها ونشوف. يلا 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 يلا. طبعا اللي جذبني الاسم، لكن هم صراحة مدعين بالاسم، فما ادري هل المهمة تصير قوية ولا لا. قربنا المهمة عزيزي المتابع. اهزم الشيطان، وين الشيطان؟ هناك. هل يكون تحقيق مثلا؟ ايوه زي اللوز. اسمع، سمعت صوت. وينه؟ يا رب ما اكون هايط. وصحت دقيقة. تحت وانا زاحف، طلعت فوق. هذا مشكلة الزحف يا عز. ايه هذاك هو. هذا الاول. عدد كبير. اقوي والله. عاد انا لابس درع بس باسم. حلو، نجرب درع باسم. هذا مخرب الذيب اخذناه، هذا الذيب المطلوب قتال. طيب هذا اول، او هذا اول مهمة بالعقد اخذناه، تأكيد القتل الحين. تتوقعون يتحول ولا بس الاسم قوي؟ هو ما عندك سالفة. وشو كاننا ارسلنا والفلها لا. ما ادري. يلا نروح للعقد الثاني اللي موجود عندنا يا عزيزي المتابع. ناقش القبر، الاسم جبار بس ما ادري عن المهمة. اقرب فاست ترافل عنده هذه، او هذه عزيزي المتابع، او هذه. ايش تبي عزيزي المتابع؟ هنا ابدل دروع. لا ماني مبدل، بس بستخدم سيف جورج، لاني طورت سيف جورج عزيزي المتابع وما استخدمته. ف دقيقة، هذا هو سيف جورج، طورته ذهبي ولا استخدمته ولا شيء. خلنا نحط فيه رونين. رونين، طيب هذا مثلا العمق، والثاني نحط مثلا ضرر مميز، مع انه ما له دخل الظاهر. رون القوة، تدري شلون؟ تعال تعال، رون الغضب. ايوه بس حطيناه بالسيف عشان ايش؟ ما يصير فيه عذر. منين نطبح الحين؟ هي كذا. الله ياخذ ابليس. كف كف العقيق، اخذنا خمس من المهمة الأولى. الحين نبي نشوف المهمة الثانية يا عزيزي المتابع. تعال يا الغبي، انا مسميها الحصان هذا الغبي يا عزيزي المتابع. نبي نشوف. ادعس 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 يا رجال، الوضع معرق، الوضع نابش قبور مدري ايش. اكيد انه حماس ان شاء الله. هذيك مهمة حسبه عقرب، طلع يده التمثال يا عزيزي المتابع. طيب وين هنا نابش القبور؟ What do you see?
هنا. طيب هذا هنا دقيقة، ما له دخل. وينه؟ رخص أما تعال تعال يا قبل. والله قوي والله قوي، بس كم يعطيك؟ شفت الجندي هذا؟ هذا أذكر إنه أسطوري يعني من ناحية تشوف، لكن عندي ما في أسطوري يا قلبي أنت. اقعد 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 يا قلبي اقعد اقعد اقعد. ايوه ايوه خلى برقبتك، انا اروح الوت خويك شوف معه شيء يلمع. طبعا الطريقه اللي سويتها قبل شوي تحصلها بالمهاره اللي هي حمل السلاح اذا خشيت حرب او شيء، راح توصلها باخر اللعبه يعني غصب عليك انك تشيل السلاح من الارض وترميه، فهذا يساعدك. طبعا هذا الهدف الثاني نابش القبر. حلو حماس. وسيف جورج والله من زبالي عزيزي المتابع، واللبس الزبال. شوفوا ايش اعطونا، اعطونا عقيق واعطونا والله ما ادري ايش مع العقيق. اللي بيشوف المهمه العقد الثالث والاخير، اقتل الهدف برضه. وين الهدف الثالث؟ هذا هو، هذا الهدف الثالث يا عزيزي المتابع. طيب وش اقرب فاست ترافل؟ منين نجي يا عزيزي المتابع؟ نجيب بالقارب من هنا، هذا اقرب فاست ترافل ان نخلص العقود. اي والله علومك عزيزي المتابع دامهم يسوون داونلود. طيب طبعا هذه اغلب طرق مهام اللهم صل على محمد. ايه اغلب مهام يا اقتل هدف يا مهام غريبه، لكن مثل ما انت شايف تكسب منها العقيد اللي نحتاجه. طبعا اذا تبي نفس السفينه هذه ما دفعت فيها ولا ريال، هذه جمعت الكنوز يا عزيزي المتابع. شايف الشكل جمعت الكنوز؟ اسف صح في اختلاف بين صوره السفينه من فوق وشراع، لكن هذه تجمعها عن طريق الكنوز. قاعد اشرب يا عزيزي المتابع. وصلنا نقدر نقطع. والله يبيلها قارب اتوقع يا عزيزي المتابع، فلا تنسانا يا عزيزي المتابع من الدعم. البطاطس خلص يا عزيزي المتابع، والظاهر بروحها بعد شوي بجيب تميس وعدس، تميس بسكوت يا عزيزي المتابع. حلو. لا الحين باقي ما وصلنا يا عزيزي المتابع. متضايق من صوته، اوقف الاغنية لعيونك يا عزيزي المتابع. ايه راح نوقف عند المهمة. يا رب ما يا رب. ايوه الحمد لله تكينا. يلا. يا رجال ما احنا مغيرين. يا رجال فكنا بس. ايش فيه؟ ايش فيه؟ وصلنا يا عزيزي المتابع. الله ياخذ السفينة يا رجال هذا أخر. طيب الله يعيننا يا عزيزي المتابع نكمل بالخيلة. تعال يا غبي. اركض 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 اركض، ما في وقت التمشية. اركض 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 اركض. ايوه وخر الافقاع وجه. هذا معهم ذهب؟ ما معهم ذهب عزيزي المتابع. اسحب عليهم اذا واجهوك. طيب هذه المهمة اقتل الهدف، خلينا نجيبها بالطريقة يعني بطريقة ثانية. اذا تبي عزيزي المتابع مثلا تنوع بطريقة الهدف، بس اطلق الاغراض. شوف علق على دقيقة
يساعدك. شايف الهدف؟ دقيقة، وين الهدف؟ هذا والله ما ادري، اتوقع يا عزيزي المتابع ما ادري ليش بيحددوا لي الهدف. دقيقة، والله دي ايوه الهدف اللي بالنص، شوفه. فانت تقدر مثلا تمسط هذا، شوفه بس. شوف عزيزي المتابع، تبعد شوي، نبي نقول ان طاقتك مثلا نازله، هم اقوى منك. ارجعوا، شوف تروح، تروح هنا، تاكد القتل. خلاص مجرد انك تاكد القتل وضعك راح يكون تمام. وبس يا عزيزي المتابع، هذا بالنسبة للعقود الموجودة عندك داخل القرية. مثل ما انت شايف يعني هالحين ادقهم بثلاثة يا عزيزي المتابع، شوف ها مصدته وامشي وحاش بس كذا غبش. ربحنا تيتانيوم، ربحنا عقيق يا عزيزي المتابع، وربحنا شوفتك الحلوة يا عزيزي المتابع. ولا تنسانا من اللايك، وشوفك على خير.